في الخلوة مع الله لا تحتاج إلى حجز موعد مسبق، بل كل الأوقات متاحة بين يديك وأنت من تقرر. في الخلوة مع الله لا تحتاج إلى اعتذار لإطالة اللقاء، لأنه يحبك ويحب مناجاتك. في الخلوة مع الله لا تحتاج للاعتذار بسبب تكرار الموضوع، فهو سبحانه يحب الملحين. في الخلوة مع الله لا تحتاج لأن تكون صاحب عبارة منمقة وحجة دامغة لتنال طلبك، فهو يعلم بحاجتك قبل سؤالك. في الخلوة مع الله لن تصاب بالإحراج لو دمعت عيناك أو تلعثمت كلماتك، فالضعف بين يديه سبحانه قوة وعز. في الخلوة مع الله يمكنك الاعتراف بالخطيئة دون أن تخاف من تبعات الاعتراف، لأنه يحب منك الاعتراف بالاقتراف. في الخلوة مع الله تنتهي لحظات خلوتك وقد وضعت بين يديه حاجاتك، وتمضي والرب يدبر لك ما يصلح حالك ومآلك وأنت لا تشعر.